الأمن والأمان غائبان تماماً عن مخيم الهول، أكبر تجمع بشري للنازحين واللاجئين في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا. فبعد نداءات أممية متكررة لاحتواء الوضع الأمني المتزعزع في الهول، أطلقت قوات سوريا الديمقراطية حملة أمنية واسعة تقول إن الهدف منها إنهاء تأثير تنظيم الدولة داخل المخيم الذي يتجاوز عدد قاطنيه 62,000. وسائل إعلام مقربة من قسد قالت إن 600 عنصر أمن داخلي بمساندة من قسد يشاركون في العملية بدعم من قوات التحالف الدولي. ونقلت عن مسؤول إعلامي في قسد قوله إن العملية الأمنية والتمشيط جاءت بعد تزايد تحرك أسر تنظيم الدولة وارتفاع وتيرة الجرائم ضمن المخيم، وبطلب ومناشدات من شيوخ العشائر في المنطقة على حد قوله. أكثر من 47 حالة قتل وقعت في المخيم البائس منذ بدء العام الجاري، منها 16 حالة في آذار الجاري وفق ما ذكره تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. استهدفت هذه الجرائم أطفالاً ونساء من النازحين ومن العاملين بالمنظمات الإنسانية بالمخيم، ومن بين الحالات أيضاً أفراد من عوائل تنظيم الدولة، ما يزعزع رواية قسد التي تحمل أسر التنظيم مسؤولية القتل ويفتح باب الشكوك بوجود عمليات انتقام من تلك العوائل. أكثر من عامين مرا على توسعة مخيم الهول وتحويله إلى مركز احتجاز عوائل تنظيم الدولة، وبقي خارجاً عن السيطرة تماماً، ولم تفلح حتى الآن مناشدات الأمم المتحدة بحل معضلة الهول ودفع حكومات الدول لاستعادة مواطنيها من المخيم. وإلى أن تحل هذه الأزمة الإنسانية، فما يزال الضياع والمجهول يهدد جيلاً كاملاً.